وآخر يقول: سبق أن قدمت لسماحتكم سؤالي هذا، وقد جعلني في قلق، وهو أنني خطبت بنت متدينة، ولكن أمي لا تريدها زوجة لي لخلافات عائلية، وقد قلتم سماحتكم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما هو صحة حديث ابن عمر أطع أباك؟ هذا السؤال ضروري، ونرجو من سماحتكم الإجابة عليه. إذا كان أبوك مثل عمر بن الخطاب وأمك مثل عمر بن الخطاب، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن عمر يطيع عمر، في امرأة ما تصلح. أما إذا كانت المرأة صالحة وجيدة، ولكن أمك لشيء بينها وبينها لا تريدها، فإذا استطعت أن تجد غيرها وتجمع بين المصلحتين بين أمك وبين المرأة فهذا أحسن وأطيب. وإذا لم يتيسر ذلك فأرجع إلى الكلام الطيب، وإذا كان لا تريدها فجعلها في مكان آخر وبيت آخر، وأحسن إلى أمك فتنفست زوج حتى تتنفس وتطيع ربك بالزواج. أنت مغرور بالزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، إن استطعتم من الله لا تكبر، فإنه أنظر البصر وأحسن الفرج. أنت مغرور بطاعة ربك وطاعة أمك، فعليك أن تربي أمك بالكلام الطيب والإحسان إليها والإنفاق عليها إذا كانت محتاجة، وعليك أن تتنفس بالزواج ليتيسر المرأة الصالحة المناسبة. وإذا تيسر الجمع بين الأمرين، بين إرضائها وبين وجود المرأة المناسبة، هذا خير. وإذا كان ما تيسر ولا يتيسر لك إلا هذه المرأة التي تكرهها غير الحق، تكرهك غير الحق، فتزوج وأرض أمك بالشيء الذي تستطيع من الطرق، وإذا تستطيع فاجعلها في مكان وأمك في مكان، واستعن بالله على ذلك، والله يعينك إذا أردت الخير وصدقت في طلب الخير.